معكم حسنة بوشمار رئيسة جمعية طموح لمساندة مرضى السرطان. اليوم جمعية طموح كتوزع الأدوية بالمجان كيف العادة، ولكن اليوم جمعية طموح كتحظى برعاية سامية ديال صاحب الجلالة اللي من خلالها كتوزع العديد من الأدوية كيف شفتوا مجانا على مريضات السرطان. كنتمنى الله عز وجل يوفقنا، وكنتمنى ان شاء الله النصر والتأييد لصاحب الجلاله السدة العاليه بالله على كل الاعمال اللي كيقوم بها لفائده الشعب المغربي. كنتمنى على الرعايه ديالو، كنتمنى ليه يعني النصر والتمكين. سيدنا الله يحفظ لنا والله يطول لنا في عمره، وهو اللي حس بالهموم ديال المواطنين ديالو. اليوم هاد الادويه اللي كتوزع بالمجان كيف كنقولها وكنعاودها راه برعايه ساميه، اليوم مراكز العلاج كتفتقد للادويه، مع العلم ان جماعه الدار البيضاء والجهه قدموا مساهمات بالملايين من اجل دعم الادويه الخاصه بالسرطان، وهذا بناء على مطلب ديال جمعيه الطموح. كنا طرقنا الابواب ديال جماعه الدار البيضاء، والسيده العمده السيده نائبه العمده المكلفه بالقطاع الاجتماعي السيده مريم ولهان، الحمد لله يعني تسنات واحد الشراكه ما بين ولايه جهه الدار البيضاء سطات، ما بين جماعه الدار البيضاء وجهه الدار البيضاء، واللي من خلالها الملايين غادي تشرى بها ادويه لمرضى السرطان. ولكن لحد الان لا كونفونسيون تسنات، وكنتسناو حنا الادويه توصل عند هاد مريضات السرطان اللي مقطوع عليهم العلاج. هاد الايام كتشوفوا واحد العدد ديال الاضرابات ديال الاطباء، ماشي غير كيأثر على صحتهم، ما تخيلوش الانعكاس ديال هاد يعني الانقطاع ديال مثلا ديال الاطباء وهاد سميتو الانقطاع ديال الادويه كيفاش الاثر ديالو على مريض سرطان. ولكن الحمد لله اليوم برعايه ساميه هاد المرضى ما بقاوش واقفين، الدواء وصلهم، لي راديو لي سكانير لي غام لا شيميو، واحد العدد ديال الخدمات الحمد لله برعايه ساميه ديال صاحب الجلاله الله ينصرو الله يطول لنا في عمره والله يزيد في المدد ديالو. وكنقولوا دائما الله يحفظ لنا بما حفظ به الله الذكر الحكيم، هو راعينا، هو اللي حس بنا وبهمومنا وبمشاكلنا، ورعايه ديالو للجمعيه طموح لمساندة مرضى السرطان هي شرف لينا كجمعية اللي صراحة ما يمكن لنا غير نفتخروا به. وكنقولوا عاش الملك، الله ينصر سيدنا، الله يزيد في المدد ديالو، وغادي تتبعوا معنا هاد اللحظات ديال توزيع الادويه. وحنا بدينا قبل ما تجيو نتوما، دابا ملي تنتكلموا على مريض سرطان يعني اي تاخير في مراحل العلاج كيعني الموت، كيعني تدهور ديال الصحه ديالو. الا قلنا تدهور ديال الحاله الصحيه ديالو اكيد النتيجه الحسميه ديالو هي الموت. حنا بغينا لهاد الناس الحياه، ولا بغينا الحياه خاص البروتوكولات العلاجيه ديالهم خاصها تكون بواحد التتبع، ويكون واحد المواكبه، يكون ما فيهاش انقطاع، يكون الدواء متوفر، يكون مثلا العلاج متوفر، يكون طبيب، يكون راديو، يكون سكانر. وهنا غادي نوصلوا لحاجه وحده، هو ان ذاك المريض غادي يصح وغادي يتشافى كيف ما تشافيت انا. وكنقول لهم هذه رساله، كنقول لهم دائما ان السرطان ماشي موت ولكن بدايه حياه، خصنا غير نلقاو العنايه اللازمه. وهنا من هذا الباب كنتمنى وتكون عنايه اللي الخاصه مرضى السرطان تكون عنايه في المستوى المطلوب. يعني هذا المريض راه محتاج اولا الكلمه الطيبه ملي ندخلوا لمراكز العلاج، يعني هذاك السيكوريتي وهذيك الممرضه وهذاك الطبيب يتكلم مع مريض سرطان ويحس بالوضع النفسي اللي هو كيعيشه. بالاضافه الى ذلك ملي غادي مثلا الطبيب غادي يخرج له واحد الورقه ديال الدواء، راه الا عطاه ورقه ديال الدواء وما عندوش الدواء في السبيطار، هو عنده مثلا امو تضامن ولا عنده ما عندوش لامو مثلا المؤشر عنده طالع، مانيتها شنو عطاه شيك بدون رصيد، ها هو الشيك عنده ولكن هذاك الرصيد راه ما كاينش، الدواء ما كاينش. شنو معنيتها؟ ان مريض كيمشي الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث. انا عندي حالات كيدهور في الجمعيه، ولكن الحمد لله الان بهذه المبادره هذه واحد العدد ديال المرضى ساعدناهم، واحد العدد ديال المرضى كنحاول الدواء لي راديو لي سكانير خلصنا فيهم الحمد لله في جمعيه الطموح لي غام. ولكن هذا الشيء راه سيدنا الله ينصرو يحفظو لينا ويطول لينا في عمره. ولكن حنا كنقولوا هذه ان شاء الله، وكنتمناو ان المستشفيات العموميه والمؤسسات العموميه تلعب الادوار ديالها. الدواء تعطاتو منح، هذيك المنح راه نعرفوا ان حنا كنتعاملوا مع واحد الفئه اللي ما كتسناش اللي هما مرضى سرطان، هذوك المنح يتصرفوا في الدواء عاجلا غير اجل. واللي كنقول ان شاء الله بناء على هاد الطلبات اللي جات ديال طلب المساعده اللي جات لجمعيه الطموح واللي كياكدوا من خلال المرضى ان الادويه منقطعه على مراكز العلاج لمده اشهر،
غادي نتوجهوا العدد ديال المسؤولين باش نحطوا حنا طلب ديال تفعيل ديال الشراكه باش نشوفوا الادويه ان شاء الله في مراكز العلاج كلها، وان شاء الله عندنا اليقين بالله عز وجل ان مريض سرطان غادي يعيش وما غاديش يموت وغادي يرتاح ويتشافى ان شاء الله وغادي يلقى وغادي يلقى الرعايه اللازمه، وهذا هو اللي كنتمناه ان شاء الله.